Mehmet abi söylüyorum ya, programımız dolu, kızları getirmiyorum ya. Ben dedim biliyorum. Siz yoksanız ben de gelirim. Acelemiz var. Damlet eşyalarını dolduracak. من باب المحافظة على نظافة المسجد، نحن إن شاء الله مقيمون على عيد الفطر، فلذلك نرجو من الجميع من الآن كالخروج إلى الساحات حتى يتسنى لإخواننا وأبنائنا سدنة المسجد من أجل تنظيفه، فالرجاء من الجميع الخروج إلى الساحات لمدة ساعة فقط، ومن ثم إن شاء